أفكر بالمستقبل عندنا أفكار ويستقبل أنا بأفكار وأستقبل لذا يفلح ولذا يقبل بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عندك مزبون كركش مخبار كركش كركش لكن يا مرهون الدنيا حبوب لا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال سمعت شعبان يقول لك الدنيا ديجيتال تبع لي انت مخبرني ديجيتال سبحان الله تونا ابغى اسالك انت تقابل ولا عوام يا ريت ود الحلال لو اشوف ولا مفتح تعال نشوف تاريخ العيد يوم 7 رمضان تاريخ العيد 7 رمضان اقول جعبان بيكون قصدك هلال العيد انت يا ابوي لا تزعل تقعد تصرخ هلال العيد بس يكون تاريخ 15 رمضان شوف انت جات الكهرباء من كذا كنا مكيف يشتغل السلام عليكم وعليك السلام يا بدر التمام نعم عمي نحن هنا انا نسيت انك انت هنا اقول نظر نعم عمي سيب باقي بنا عصير من السوق وبعدين اشترينا سمك ودي البيت عمي اروح بعدين الله يخلينا اشوف الفيلم انت بتروح ولا اخليك تشوف مصارعه ها مصارعه قدام السلميات فيها مصارعه احسن لي اروح خلي اخطب ان شاء الله يا حلو وسهلا الحين انت ايش اللي خلاك تفكر في زواج ولدي خليل من بنتك رحوم علشان نكمل القصه قصة؟ أي قصة؟ فيلم شي فيلم بيني وبين قصدي الزواج اللي بيني وبينك يعني أنا جاي أفهم السالفة من البداية للنهاية لأن الكلام في التليفون ما ينفع ما ينفع الكلام في التليفون عشان كذا أنا بفهمش القصة من بدايتها إلى نهايتها سمع يا ثرية عمي خليفة عمي خليفة خير ايش عندك عمي خليفة خرقش مخبخ خرقش مخبخ خرقش خرقش مخبخ خرقش مخبخ خرقش وش قالوا لك انا بنك متنقل ولا ماكينة الصرف الآلي ها عمي الخبر اللي عندي يخليك تاكل صوابعك اكل صوابعي يعني تبغى تخسرني فلوس عشان اروح اتعالج اذا عندك شيء تتكلم من غير فلوس عمي الفلوس هي بترول الحياة لكن هالمرة أنا مسامحنك بعطيك الخبر بلاش بالمجانا وأنا أموت بالمجان أموت في الشيء اللي اسمه مجانا
اي والله اموت 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 اموت. يلا قولوا عندك. الخبر اللي عندي يقول ان الكهرباء وصلت دكان عمي حمدان وتريد تسحب لك واير مش هناك. لا ابوي لا 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 مطر لا 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 انا واير واحد ما يسدني. انا الله يسلمك ابغى المحطه كلها. عيب لازم تساهم. كيف اساهم؟ وين اساهم الحين؟ دفعني ضريبه وبعدين تسميها مساهمه. قص علي قص علي قص علي. بعد لما تروح دكان عمي حمدان ادفع قيمه الطابع. انا اكره شيء في حياتي اني ادفع. اكره واحد يقول ادفع. اتمنى واحد في حياتي مره واحده يقول لي خذ خذ يا خليفه خذ. عمي خليفه خذ خذني معاك لما تروح التغدى. الله ياخذك ان شاء الله. قول امين. يلا خذ قدامي خذ. من تنتهي هذه المشكله يا تغيير؟ انا وانتي انا ارتاح. نعم واذا ما وافق خليل انه يتزوج بنتك وانا متاكده يا حمدان ان خليل ما راح يوافق. ساعتها يا تغيير زوجيه البنت اللي يبغاها. ها هذا خليل هو العقبة الوحيدة في طريقنا لو انت دعم. إذا تزوى خليل أنا ممكن زوره. بس الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي أبوه. الأخ ثريا الأخ خليل موجود في البيت؟ أخ خليل؟ هي مو خليل في عمرك؟ خليل في عمرك؟ خليل أصغر عن ولدك مالي. يا أخ حمدان يا أخ حمدان من فضلك لا تتدخل في شيء ما يخصك. هذه أمور خاصة. نعم الأخ خليل موجود في البيت يا الوالد خليفة. والد في شيء؟ الظاهر إنه ما في شيء. والوالد خليفة تعبى تفضل ما تفضل أبوي. أحسن. أمشي يا خليفة. داكم عطوا شغلة ما قصوا فيه. أعتقد أنه جه الوقت المناسب اللي أتكلم فيه. يا نصيب اسكت وخليك في دشاتك وبس. اسكت دشاتي يا أبوي هي اللي بتحللنا كل مشاكلنا. إيش بغيت تقول؟ نصيب نصيب أبو النظريات والأفكار. نصيب ترانا ما فينا بارض حال سوالفك ومزاحك. عارف يا أمي عارف. تفضل يا أبوي هذا المبلغ اللي اليوم أنا أخذته الصبح من ثاني وعليه المبلغ اللي اليوم جمعته من عند الناس. سير يا أبوي وفي كل الديون اللي عليك. لكن أها إيانا وياك وتعطي ثاني بيسة واحدة. هي نصيب لكن الثاني ترى هو اللي طالبني أكثر. أنت نسيت إن حالة إيجار مال 4 أشهر ما أعطيناه إياه. منين أجيب لنا؟ وأنا بعدني أقول لك يا أبوي خلي موضوع ثاني هذا علي أنا. بس عاد ما هذا المهم؟ عقب إيش هو المهم؟ المهم إن ندور مكان ثاني نعيش فيه بعيد عن هنا. كيف؟ تريدنا نترك بلادنا؟ نترك بلادنا ونروح لبلادنا ما فيها شيء. يا عصيرة خلي الولد يكمل خلي يكمل كلامه يا حرمة. هاي ولدك يصلح دشات وشوف قنوات فضائية يمكن شاف فكرة حلوة جميلة في شيء من القنوات. كمل ولدي كمل. زين ايش صار بعد ما قبضوا على البطل؟ بطل؟ اي بطل هذا يا ابوي؟ انا ما جالس احكي لك قصة فيلم. صحيح كلامك يا ولدي صحيح. ما علي يا ولدي ما علي هم الديون خلاني الخبط في الكلام. انا اقترح يا ابوي ان نترك البلد ونروح نعيش مع عمي حمدان في صحار وهناك ندورنا شغله نبني من خلالها مستقبلنا زين. بس هو هذا ابو باغي تقوله من زمان؟ سمعوني 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 دوك عشرة في عينك اسميك انك ما منك فايده ابدا. ها يا ابوي ايش قلت في اقتراحي؟ ترى وجودنا هنا يا ابوي يزيد علينا المشاكل وخاصه ثاني هذا. لا تنسى ان ثاني رافع علي قضيه واذا قدرنا نسكته اليوم ما نقدر نسكته بكره.
والله يا نصيب ايش اقول لك والله في اقتراحك، لكن احنا صرنا اصحاب، مو سوينا بعد عمك حمدان؟ نشتغل يا ابوي اي شغله، والشغله اللي رايحين لها وما عرفنا لها نشتغل شغله ثانيه، بدل ما جالسين على حيله فلان وعلان ويا الله من مال الله. يا ولدي انا بعد هذا السن ايش اقدر اشتغل يا ولدي يا نصيب؟ يا ابوي يا ابوي طالما العقل يفكر صح صدقني ممكن تشتغل اي شغله، ان شاء الله مدير عام شركه. كلامك صحيح يا نصيب، ما دام ان العقل صاحي يقدر الانسان يشتغل اي شغله. اسميك انك يا نصيب انك ختمتها زين. افا لا والله انها خلصت البطاقه. لا لا خلصت، الحق علي يا نصيب. ها استاذ نصيب متى بتكي تشوف الدش ايش فيه؟ هذا ما الدش اللي عندك عطلان يا ثاني، هذه البطاقه اللي عندك من وقتها قطع. انا عارف عارف ولدي عارف، قصدي متى تجي تبدل تركب بطاقه جديده. قصدي انت عارف شروطي زين، واذا تحب اني اعيد لك اياها مره ثانيه تراني بعيدها. ترى الله يهديك انا تنازلت عن الدعوه اللي مقدمه ضد ابوك. وتتنازل عن عقد الايجار كله؟ واسمعني يا لا تنسى ان اللي عندك فلوس. ها ايش قلت؟ موافق موافق، بس بشرط انك تركب لي البطاقه المشفره الجديده. انا موافق يا ثاني، وعلى طول تعطيني ورقه التنازل على الايجار هذه. لا حول ولا قوه الا بالله. اتفقنا اتفقنا، يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. خليل ولدي بغيتك في موضوع شوية. عمي خليل خلي عنك، أنا باغلك سالفة شوية. أعتقد أن أنتوا الاثنين ما عندكم سالفة. عمي خليل راح. عمي خليل عمك خليل يا الظالم. هذا كبر أحفادك. عمي خليل ايه ولد؟ اه انا قاعد اقلب وايد اشوف متى طلع. اقول لك القنوات مسكره تو، بعد ساعه تفتح. انت خليك هنا برمج القنوات، اقصد يعني قربها. وانت وين بتروح؟ انا خلاص بخ شغلي خلص، بعد ساعه اذا ما طلعت هذه القنوات كان تعالي. والحين يلا طين التنازل. هذا قرار مني وانا موقع عليه وخاتم عليه بعد، اني ما طالب ابوك بشيء. احسن بس ان شاء الله ركبت قناوه زينه. لا ما يهمك انت، بس احسن من الاوليات. عقب مو ضبط لك كل شيء، جبت تنازل. هات لي لو الريموت. هاي حياك الله. يلا يا ثاني احسنت. ما لا حياك الله. بالسلامه. ومنقار حياك. تفضل يا ابوي. هات يا نصيب هات. تفضل الشاي يا امي. احسنت يا ولدي. ها ايش قررتوا في الكلام اللي قلناه؟ والله يا ولدي يا نصيب انا ما عندي مانع، المهم امك ايش رايك يا اصيله؟ والله اللي تشوفوه زين يا مرهون سويه. طيب خلاص من باكر نصير كلنا عند اخوي حمدان ونشتغل هناك. لكن عاد ايش نسوي مع ثاني هذا؟ ايش نسوي؟ والفلوس اللي طالبنا اياها؟ لا يا ابوي من ناحية ثاني لا تشيل هم ابدا، هذا من اليوم ورايح ما يروم يطالبك في شيء ابدا، وهذا الاقراره اللي كتبه على نفسه انه ما ممكن يطالبك بعد اليوم باي شيء. اها انا ما فاهمه شيء يا ناس، فهموني ايش السالفه؟ انا الحين اقولكم بالسالفه كلها. ما طلع شيء. كل ما يستوي نبنا قاعد يخليني اقرب هالمحطات ادور محطات جديده اللي ركبها نصيب. يا الله وينك يا المحطات الزينه؟ شوف ما طلع شيء.
ايش ذي؟ ايش المحطات ذي بعد؟ افا مستحيل. اسمع انت اسمع. سويتها يا ود مرهون، سويتها يا نصيب، لكن ما عليك. أنا كان يريد يشوف أنا واد جديد كان. سويت فيه يا ولدي. خلي طبعا الحين خلي عادي يشوف رسوم متحركة ومناطح كثيرة. كان عوين يحسب يحسب يروم يضحك علي يحسب. ما يعرف إنه أنا نصيب واللي ما يطيعني ما يعدي نصيب. صحيح يا ولدي، يمكن ثاني نسى أنك أنت أبو النظريات والأفكار. حلوة حلوة ما ختمتيها زين يا أصيلة ختمتيها. زين على المنازير أجهز الأغراض. وأنا بعد أصير أتفق مع صاحب الباص عشان يمر علينا باكر ويشلنا مع أخوي العزيز حمدان. آه نهضي يلا يلا. يلا ما يلا 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 سويتها يا نصيب وفلتت بجلدك، لكن ما عليه ما عليه، براويك انا من هو ثاني الايام بيننا. وهذه كل السالفة اللي حصلت معنا يا أخوي يا حمدان. أحسنت يا بنتي أحسنت. لا تشيل هم يا مرهون يا أخوي لا تشيل هم، كي أنت أخوي ومقامك عالي. أنت إذا ما يوسعك هذا البيت أنا أخليك في عيوني نحر. إي والله لا تقول هالكلام أبدا. وبعدين كي أنا محتاجين لك، أنت لو ما جايني كنت لقيتك نفسي. خير إن شاء الله، إيش نار عندك أخوي؟ لا هذه سالفة طويلة عريضة بعدين أكلمك فيها بعدين. يعني تو انتوا بتسكنوا عندنا؟ لغاية ما نحصل شغل انا ومرهون ونصيب. اما انا يا امي خلاص من اليوم ان شاء الله راح اشتغل. طالما هذه البيوت فيها دشات انا بنفسي اقوم بتركيب الدش وتضبيطه، واذا اخترب بنفسي اصلحه. نصيبة ها؟ اسوي على عمك دش جديد بوسطه. ان شاء الله عمي ما يهمك. لكن عادي يا عمي، يعني قبل لا أسوي لك دش جديد لازم تغير الدش اللي عندك أبو عشرة قدم، لأنه عاد خلاص ما شي فايدة منه.
حاضر ان شاء الله يا عمي، حاضر ان شاء الله اسوي لك. اقوم بقى. شيل انت الحكم ترتاح، ودخل دخل تحت، وجاي المكان بعيد. نصيب بقى. انت هتقفي فوق السطح حجين مع مطر، لان انا عندي ثلاث غرف تحت، ما بيتي ما يشع. زبط. من مطر هذا عمي؟ انا يا نصيب. انا مطر. اهلا وسهلا مطر. اهلا. أقول نعم. هذا مطر مساكين أنا مقبلني من يوم صغير. هذا هو؟ هذا هو مساكين هذا. يساعدني في الدكان وفي البيت، أطرشه، نافعني مساكين، نافعني. وهذا يوم يكون ما عندنا شغل نجلس عندنا نتسلى أنا وياه، نتسلى. وكيف تسلى يا عمي؟ تسلى الله يسلمك يا نصيب. أصوته بخيش وأنا أسيح وحو. عجب، ليه تتسلى معه نصيب؟ ليه تتسلى معه؟ زين زين زين. نصيب! انت هني وانا جالس ادور عليك. انت ايش تسوي هني؟ جالس اتامل البيوت يا مطر، اللي فيها دش واللي ما فيها. شوف انت. ايوه. زين تعال بالاول، شوف الغرفه حلوه اب حلوه، غاويه اب غاويه. تعال تعال. بعدين سيعني تو، سير بعدين خلنا نشوف البيوت تو. على كيفك. هذه زهرة بنت خالتي سعادة، أبوها متوفي من زمان، وأمها حرمة عجوز مريضة مساكينة. أقول مطر، قول. هم حال مو لحد الحين ما مركبين ديش. ما أعرفهم. ها؟ نايم؟ لاني بنايم ولاني بصاحي، الهم كدر مزاجي وراحي. الله يبعدنا ان شاء الله عن الهم. امر هون ما تروح ندور على شغل؟ اليوم العصر ان شاء الله، اليوم العصر. اقول اصيده سمعيني، اعتبري هذا البيت ترى بيتك، وحمدان مثل اخوك، يعني شويه تساعدين رحمه كيف شغل البيت، وترى ان نحن ما بنطول من تستقر امورنا واحوالنا، وحدنا بندور لنا بيت نسكن فيه. تعرف يا مرهون، اكبر غلطه سويتها في حياتك ما سويت لك بيت. صدقني البيت ترى مهم، والواحد اذا ما عنده بيت كيف ممكن يعيش من غير هموم ومشاكل وهو ما عنده اربعه جدران؟ البيت هو الحياه، وبدونه ما في حياه ابدا. يعني احنا الى متى نقدر كذاك نعيش من ايجار لايجار من ايجار لايجار؟ ابوي عارف كل اللي تقوليه يا اصيل، عارف، وانا احاول اصلح هذه الغلطه. ونحن ليش جينا هنا الا علشان هاي الموضوع؟ تو خليني انام شويه وارتاح ويصير خير، خليني ارتاح شويه. الله يريح بالك. يلا. لاني بنايم لاني بصاحي. يلا يلا. حول انتماءات اللاعبين منتخب الأرجنتيني ومنتخب الباراغواي، كان إرنان كريسبو ثم التسويبة من كريستيان كيلي غونزاليس ورفع الكرة إلى سولين. استرجاع الكرة. أقول خليل، هاما ها ريوقك في المطبخ وأنا سعيد. زين ما سلمي ما ماسكيرانو حاليا كالوستيفيز
مباشرة. مالك؟ شو مالك التلفزيون؟ أكيد اخترب. مالك التلفزيون؟ أكيد من الرسيفر. أكيد هذا من الدش. وبعدين؟ وبعدين نتزوج يا ثريا نتزوج. أنا جالسة أكلمك عن أخوك. إيش بيسوي يعني؟ يا ثريا قلنا لك هاي السالفة خلاص عطنا فهمتيها. يعني يا حمدان أخوك يصير يدور على شغل ويشتغل والبيسة تلعب في إيده وأنت تجلس كما أنت لا راتب ولا شيء ويطلع مرهون أحسن منك؟ يا ثريا هذه أرزاق. أرزاق كل واحد رزقه، كل واحد ياخذ رزقه. لا إلا هذه الرزق ما يحرس ويجيهم، يصيروا هم يدوروا عليه. ما فاهم شيء. يعني لو بقيت كما أنت انسى يا حمدان إن نتزوج يوم من الأيام. وافو. يعني إيش؟ يعني تصير مع أخوك رجلك على رجله وإيدك في إيده خطوة بخطوة تشتغلوا والبيس اللي تحصلوها تقاسموها بالنص. ودكاني هذا مو اسوي فيه دكانك؟ خلي ما طريق لس فيه. يا الله يا ثريا تخليني اشتغل وانا في هذا السن ما اشتغلكم. ما فيها شيء، على الاقل تحسن مستواك. ولا بصراحة انسى ثريا مثل ما قلت لك. لا شيمة كل شيء ولا انساش. خلاص يا ثريا انا وعدش ان شاء الله بشتغل مع اخوي مرهون، والشغله اللي يشتغلها مرهون اشتغلها معه. اذا كان كذاك ما علي. اقول حمدان قولي انا جايتني فاتوره الكهرباء. وانت تعرف معاش ابو خليل الله يرحمه بعد ما طلع. يعني اقول لا تقولي شيء انت، انا اللي اقول. انا بس كم باغي ترية كم؟ وحدي ما أبغى أثقل عليك، بس 30 ريال. كم؟ 30 ريال شوية. خلاص حمدان خليهم 50. 50 فاتورة كهرباء 50 يا ترية؟ أنت هين ساكنة في فندق كي لو يعني ما فيك ذا 50 ريال؟ أنت يعني داخل بيت صغير 50؟ يعني إيش قلت حمدان؟ ما شوي ما أقدر أقول شيء. أمري لله. أنا أعطيش 50 وفوق 50. يا ترية 50 دبعي مال فاتورة زين. أقول حمدان قولي. أحسنت. مالا انت اذا خذيتي قلبي انا اعطيش اياه 50. يا الله راح 50. ام خالد ثريا ام خالد شعبان شعبان حمدان يناديك. لا شعبان ما بتصيق تو. تقدر تمر علي المكتب من بعد الساعه 6. تعال هين ماتي تعال الساعة 6 عندك مكتب. انت روي شوي علي. تعال زين جلس انت وبعدين معك كله وبعدين معك انت. ها حمدان دق العصا مرة واحدة كسرها على راسي ولا خبرك دور لك مناكم ربع طلع لي دمي. حشرك اذا ما غرمتك ولا ايش معنى هذا الكلام هذا؟ ايش معنى قاعد تصرخ كأنك قاعد تصرخ على واحد ياهل؟ صحيح انني ما من كبري وخصوصا انني مقبل على زواج، لكن ما حلو يا حمدان، ما حلو كي يصرخ علي، تراني بتعب والله بتعب. بس انت بس هناك انت بهالسوالف وعندك انت ما تعرف ان هذه اللي اسمها ثريا هتكون زوجتي؟ الا بتكون خير حبيبي، خير خلاص يوم ما تصير حرمتك خير يصير. شوف شعبان اذا ما ابتعدت عن طريق ثريا تراك بتشوف شيء ما سمعك.
ايش يعني ايش بتسوي؟ بتقطع عني المعونات والمساعدات؟ ترى هلا لقمت عيش ابوي والرزق على الله، بس عاد الايمان في قلوب بعض الناس ضعيف، ولا ما حد محتاج حل حد. نعم انا اللي مستغرب منه الحين، ايش طلع في راسك مساله الزواج هذه وخاصه من ثريا؟ قل لي. شفت نفسي فاضي بصراحه، قلت عاد انا بتزوج علشان املي وقت فراغي وفي نفس الوقت اشوف مستقبلي. وما لقيت الا ثريا؟ لا 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 لا، هذه المسألة لازم أنا أفهمها زين. أنت وراك شيء؟ أنت وراك شيء؟ أنت نعم بس خلصت؟ أقول لك عاد الحين اسمع مني عاد إيش بقول لك. إيه قول يا رجل. هيا الله يسلمك، أبغى أشترك في جمعية. إيه عشان أجمع المهر حق الزواج. إيه ممكن أقول لك ممكن تساعدني؟ ها؟ لا تفزع ابوي، لا تفزع، انت قاعد تسوي لي الكلام هذا. ها؟ بسوي لك دعايه واعلان، ابغى الولد اجيبه بسميه حمدان. عندك ايش تبغى اكثر من كي؟ من كي؟ اها قوم اشتري اشتري قوم نام نام. انت ابوي بنروح يلا يلا من مال الله. يلا يا ناس بتذوق، ساعدوني يا ناس. يلا يا كريم يلا ساعدوني، ابغى اتذوق يا ناس لهناك. ايش هالسالفه هذه؟ يلا المال الله. انت ايش في هذا؟ هذا لا يكون والله يسويها. توم وجيري. مطر ضيعتها. نصيب انت ايش في؟ ها؟ مطر ما عرفني ماني. انا مريض مطر. لا انت نصيب حيدك. اقول لك مطر، عيني حمراء؟ ايوه مطر تعورني. انا اقول انت ليش تمشي وتتشوف وراك؟ ما عرفني ماني مطر، محبو فيه. انت الظاهر نشين في وزادك من فجره، يعني ضاربه. يعني ايش مطر؟ في الحقيقه والواقع ما اعرف. قم خلصي. هذا قدار وابو ليه؟ من انت
وليش لما تمشي تشوف وراك ها؟ وليش تشوف هنا؟ هذا نصيب 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 بن عمي مرهون واخو عمي حمدان ما تعرفه؟ ليش تشوف على بنات الناس؟ لا 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 نصيب يا خليل انحل الشيطان وخلينا افهمك الموضوع وحرفك على انا نصيب زين ما اريد اعرفه ولا اعرفك لا لازم تعرف انا من اكون وانت عرف نفسك من تكون نبه مرهون ها أشوف وحدي ذا السوق ما نشيف الناس تمر وتشوف علينا وما تشتري ايش اقول لك يا اصيل ما اعرف العيب منه ولا من الناس ولا من الشغل اللي الناس ما تحبه الحين وتحب اشياء تجيها من الخارج ما اعرف من العيب الزمن تغير يا ابا نصيب الزمن ما تغير يا ابن نصيب بس اهل الزمن متغيرين خلينا الحين احنا في المهم انت الحين شفت السوق وشفت الشغل فيه لكنك للحين ما قررت ايش تشتغل انا لحد الحين يا اصيله ما اعرف اشتغل غير الشغله اللي ورثتها من اهلي وحتى لو اشتغلت شغله ثانيه شغله الاجداد ما ودرها زين أنا أقول يعني ليش ما نفكر نفتح مدرسة لتعليم الحرفة التقليدية؟ مدرسة؟ صح ألحمتيها المرة ختمتيها زين قصدك نفتح مدرسة لتعليم الحرفة التقليدية؟ صحيح هذا الكلام إيش رأيك؟ الفكرة زين لكنها محتاجة إلى فلوس، فلوس كثيرة يا أصيلة وإحنا ما عندنا تونا على باب الله ما يستوي وبعدين الضمين في حد يحب يشتغل هالمهنة ويتعلمها حد ضمينتي ضمين طلبة لا هو يعني لا فكرة يعني أنا قصدي إنك تخلي هذه الفكرة في راسك ويمكن يوم من الأيام نحتاج ننفذها زين عجب أنا بخزنها من تو أرجوك يا خالتي كلميها ما يصير نحن مخطوبين وزواجنا متأجل لوقت غير معروف إلى متى بس بنصبر؟ إلى متى؟ يا ولدي زهرة خايفة خايفة لا تتغير أنا أتغير عليها؟ لا يا ولدي ما عليها علي أنا كيف؟ 100 مرة قلت لك يا ماجد إني مستحيل أترك أمي لأن مالها غيري وأخاف لما نتزوج خاف لما نتزوج تتغير يا ماجد تكون السبب في عدم اهتمامي بيها وخاف تتضايق وتقول إنك ما مهتمة بيني كثر ما مهتمة بأمك لأنك تعرف إنه مالي غيرها أبدا وهي عندي بالدنيا كلها إيش هذا الكلام اللي تقولينه يا زهرة خالتي سعادة هذه مثل أمي وانا اللي واجب علي اني اهتم بيها ولا يمكن اني في يوم من الايام اهملها او اني امنعك انت انك تهتمي فيها بالعكس يا زهرة بالعكس اذا انت اليوم تهتمي فيها بروحك بكرة بنكون احنا الاثنين مع بعض ومن بعدها بيكون اولادنا معانا فكري يا زهرة ارجوك فكري مرة ثانية ارجوك وخلي املنا مع بعض يتحقق يا زهرة ترى الايام تمر وكل يوم يمر من عمرنا محسوب ايش قررتي يا زهرة؟ نحن لازم نفسخ الخطوبة Thank you.
محاور. لا لا.